مثل ما شفنا بالأشهر الماضية أكيد كان درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وكانت الحرارة عالية جدا، ولكن بلش شهر تموز بالحرارة المعتدلة وعم نشوف الرطوبة وخاصة بفترة المساء. إن شاء الله يا رب يكمل هيك. لحتى نعرف أكثر تفاصيل رح يكون معنا المتنبئ الجوي شادي جاويش. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. هلا صباح الخيرات. خبرنا أستاذ شادي كيف عم تكون درجات الحرارة الفترة الجاية؟ حنضل هيك مشوبين كتير والحرارة عالية أو عن جد حيصير في اعتدال بالجو بهذا الشهر؟ هلا هو تقريبا احنا اليومين الماضيين كان في انخفاض واضح على درجات الحرارة، لاحظناها الليلة الماضية والليلة اللي قبلها. الحرارات كانت نوعا ما معتدلة خاصة خلال ساعات المساء والليل. أجواء تموز لحد الآن الحرارة ضمن المعدلات الطبيعية، كان في عنا ارتفاع فوق المعدل خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيتكرر لهذا الأسبوع يعني يوم الأربعاء والخميس ترتفع تقريبا بتلامس 40 درجة مئوية. يعني ما فينا نصنفها موجة حر، لكن الأجواء حارة أو شبه حارة في خلال شهر تموز. الأجواء بتضل معتدلة تقريبا أو ما في عندنا موجات حر شديده حتى منتصف تموز. متوقع تقريبا خلال النصف الثاني من تموز يكون اشد حراره من النصف الاول. تماما، يعني مثل ما عم نشوف مثل ما حضرتك ذكرت انه هلا بالفتره الاولى من شهر تموز رح يكون في اعتدال بالجو لحد هي اللحظه، ولكن بالايام القادمه ما بنعرف. طيب في محاذير ممكن نحن عم نقدمها لاكيد كل الناس اللي عم تسمع دائما بفصل الصيف او حتى بفصل الشتاء، بنقدم لهم بعض النصائح بخلال التواجد بالذروه من 12 للأربعة للناس اللي عم تروح على المسابح على البحر او ممكن شغله بيتطلب منا التواجد بهاي الاوقات، في محاذير ممكن نقدم لهم اياها؟ تمام. هلا هو فتره الذروه حتى لو ما كان في عندنا موجه حر، التحذير هو من الاشعه الضاره اللي بتكون ترافق الاشعه الشمسيه. نحن الشمس بتكون عموديه بشكل اكبر خلال فتره الصيف، لذلك نسبه الاشعه الضاره الاشعه اللي هي فوق البنفسجيه اللي بتاذي الجلد هي بتكون ذروتها خلال هي الفتره. هلا اثناء الموجه الحاره بيكون في عندنا تحذير اخر اللي هو ضربه الشمس. ضربه الشمس طبعا الناس متعودين انه السير تحت اشعه الشمس فقط بيساوي ضربه شمس، لكن اي اجواء حاره لو كنا حتى بالمناطق البعيده عن الشمس بتؤدي الى ضربه شمس، يعني نتيجه ارتفاع درجات الحراره الشديد مع زياده نسبه الرطوبه بيكون الشعور الزائد بالحراره اكبر. لذلك هذول العاملين الاهم خلال فتره الصيف. تماما، حتى السير بهذا الموضوع تحت الاشعه، وكمان السفر والسيارات اللي ممكن لازم تكون مؤمنه نوعا ما، او حتى نبعد السفر لبعد الذروه بعد الساعه 4. ختاما بدنا نتشكرك لاتصالك استاذ شادي. شكرا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يا هلا. فاصل صغير وحنرجع لنكمل بقيه حلقتنا سوا.